لدي مشكلة، كل مرة أحاول أن أصلي أجد عائقا أمامي، ولكني أجبر نفسي على الصلاة قائلة ابتعد عني يا شيطان. وقد أعيد الصلاة مرات ومرات لأني كثيرا ما أشرد وتنتابني أفكارا تبعدني عن الصلاة. أولا أنا هقول لك فكرة، ده ليست إجابة السؤال. لما كنت بواجه تشتيت الفكر في الصلاة كنت بعمل ايه؟ كنت اوقف الصلاة واسأل نفسي، هو انا ايه اللي مشتتني؟ فيطلع اللي مشتتني المحادثة اللي حصلت مع فلان. طب ايه اللي في المحادثة يعني بيشد ذهني؟ مجروح، متغاظ، خايف يقول لي، خايف يعمل لي. فاخرج بالخلاصة، هو الـ 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 القصة دي اللي واخداني جوهرها ايه؟ جوهرها ان انا مش غافر له، جوهرها ان انا خايف منه، وهكذا بقى امسكهم واحدة واحدة اشوف ايه. طيب ناخد دي، انا خايف منه، طيب اصلي ان ربنا يسوي الامور ويخضعه وما يعملش معايا شر وهكذا. لا انا اللي غلطان، طب خلاص انا اصلي اوعد الرب في الصلاه دلوقتي ان انا هروح اعتذر له، بعد ما اخلص الصلاه ابقى اروح اعتذر له. وامسكهم بقى واحده واحده واغسلها قدام الرب لغايه لما اخلص منهم كلهم، ابتدي اصلي بقى، بعرف اصلي. بس الاجابه على السؤال بتاعك حاجه تاني. ليه بقى؟ لانك بتقولي انا اجد عائق امامي. الحاجة التانية كويسة بقى اللي انت قلتيها، اللي يعني امدحك عليها، انك قلتي ولكنني اجبر نفسي على الصلاة قائلة ابتعد عني يا شيطان. جميل. الاباء الروحيين قسموا الموقف اللي انت بتشتكي منه لحالتين. حالة سموها الفتور الروحي، وحالة سموها الجفاف الروحي. الفتور الروحي سببه ان في خطية دخلت في حياتي. مش لازم تبقى خطية يعني مباشرة كده، لا، هي ممكن تبقى خطية غير مباشرة. زي ايه؟ زي بقيت متعلق قوي بالتلفزيون والفيديوهات والمش عارف وايه، واخد راسي، فقلبي رايح على ما يشتت يعني. او تبقى خطيه مباشره ان انا انجرحت من شخص ومش عارف اغفر له، او الروح النجس عارف يرمي فكره نجسه ويقلب الافكار والقيود دي وانا مش عارف اخلص منها. الفتور معناه ان انا قبلت الخطية وسكت عليها. والفتور اللي يميزه عن الجفاف ان انا مش طايق الصلاة، مش قادر اصلي، حتى لو دخلت اصلي ابقى مش قادر، تقل عليا كده. وبرضو قراية الانجيل تقل عليا، مش يعني اقرا الجورنال سهل، لكن اقرا الانجيل لا، مش قادر. ده الفتور. طيب الجفاف الروحي ان انا مش قادر اصلي، لكن لما اغصب نفسي اعرف اصلي، ولما اعرف اصلي الحرارة والفرح في الصلاة يشتغلوا. خلي بالك بقى، هنا العلامة اللي هتفرق، يا ترى هل دي خطية، ده فتور بسبب خطية، ولا هل دي حرب وعاملة لي جفاف؟ ايه العلامة؟ تاني العلامة اهي، الفتور ان انا التقل
راكب علي اصلي بصليش، الصلاة مش راضية تفوت. لكن ممكن اصلي كلمتين يا رب اعمل وخلي وسوي. لكن الجفاف ابليس بيقاومني، او خطية، هو جايب خطية وبتقاومني مسكاني. لكن لما اجبر نفسي وابتدي الصلاة وادخل جوه الصلاة ارتاح واتفك واعرف اصلي، اخلص بقى الصلاة الحرب ترجع تاني. فدي تبقى ايه؟ حرب. طيب ما هو المرتين فيهم خطية، ايوه، بس المرة الاولانية اللي عملت الفتور ان انا استسلمت للخطية، والمرة التانية اللي هي الجفاف انا بقاوم الخطية بس لسه مش قادر عليها، ما وصلتش للنصر. وابليس بيستخدم الثغرة دي وعمال يقف قدامي عشان يمنعني من ان انا اصلي. لكن لما باجبر نفسي واصلي ارتاح واجد ايه؟ القوة ان انا اصلي. كده تقدري تميزي. طيب تقولي لي انا اكتشفت ان انا دلوقتي عندي فتور، يبقى لازم الخطيئة تتنزع. اللي هي ايه؟ دواري بقى، لازم تشوفي هي ايه. طيب لا، هو طلع النوع التاني انه جفاف، وان هذا الجفاف فيه خطية بيشتغلني بيها. استمري في انك تقولي له لا، يعني ما تاخديش وتدي مع الافكار بتاعته، لا تستسلمي للافكار بتاعته من اولها كده، لا امشي. لكن اللي بيخليه يطمع فيكي ان في مسافة، في مساحة من هات وخد، من التجاوب مع الافكار بتاعته، هي المساحة دي هي اللي بتخليه يطمع فيكي. لكن لا من اولها، ما تقولي لي ما انا مش عارف اعملها من اولها، يعني لما تتدربي عليها هتقدري، والدروس جاية هنشرح بالتفصيل. والرب يقويكي، وان شاء الله تكتبي لي وتقولي انك اخدتي نور على للغلبة.